So basically, this is the book of النجم الثاقب في أحوال الإمام الحجة الغائب. It is on volume 2 and it is written by Sheikh An-Nuri. So from this book, I would like to show you something. Basically, show you what does he say about the will of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and about its sanad, the chain of narrators. Here it is. This is point number 9. As you can see, روى الشيخ الطوسي بسند معتبر. Sanad معتبر means it is a significant or remarkable chain of narrators, or you know, significant sanad. عن الإمام الصادق عليه السلام خبرا till the end where he mentions the will of Prophet Muhammad. You find that he is actually quoting the will of Prophet Muhammad from the book of The Occultation by Sheikh At-Tusi, page 150 and 151. So as you can see that Sheikh An-Nuri, he is one of the known scholars in the Ilm al-Rijal and Ilm al-Diraya, and he mentions the will of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa'alaihi, that it is a remarkable, it has a significant or remarkable chain of narrators. الكرامة فهي العلامة للخيرات فارحمني يا الله يوم القيامة أخشى الندامة والحسرات أرجو السلامة بالاستقامة والطاعات ألقى الكرامة فهي العلامة للخيرات فارحمني يا إلهي يا إلهي ارحم حالي إلهي والطف بي في يوم مآلي يا إلهي أنت الوالي فاختم بالحسنى أعمالي هول المحن والأخطار أن تكرمني أن تدخلني نعم الدار أكرمني يا الله ما سعدني أن تبعدني عن النار وتسلمني هول المحن أن تكرمني أن تدخلني نعم الدار أكرمني يا إلهي يا إلهي ارحم حالي إلهي والطف بي في يوم مآلي يا إلهي أنت الوالي فاختم بالحسن أعمالي يا الله.
إلهي وانطف بي في يوم مالي يا إلهي أنت الوالي فاختم بالحسنى أعمالي
سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك ندعوك ونرجو غفرانك ندعوك ونرجو غفرانك ربي سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك ندعوك ونرجو غفرانك ندعوك ونرجو غفرانك ربي سبحان من غمر الوجود بنوره فرضا ولا تحصى له آلام سبحان من غمر الوجود بنوره فرضا ولا تحصى له فاصفح إلهي عن ذنوبي إني عبد مذنب اغفر إلهي ما مضى العمر منا انقضى فرج إلهي كربنا نوّر إلهي قبورنا يا رب اشرح صدورنا ثبت إلهي قلوبنا يا رب اقبل دعاءنا سبحان